وليد انا قراكي كتسولوني على سفيان رحيمي، علاش ما تسولونيش على مراد باتنا؟ انا ما عندي حتى مشكل مع الرحيمي، ولكن كاينين لاعبين دابا احسن منه وكيلعبوا الدوري الاوروبي وفي بطولات كبار. لائحة المنتخب المغربي اللي حطها وليد الركراكي قبل قليل، حراسة المرمى الثلاثي بونو المحمدي وبن عبيد كما العادة، الدفاع نفس العناصر اللي استدعاهم الركراكي في المباراتين السابقتين بدون أي تغيير، وهي أسماء متألقة حاليا، الوسط نفس اللاعبين أيضا مقارنة مع المباراتين السابقتين مع غياب أسامة العزوزي لاعب بولونيا وتعويضه بجبران. أما بالنسبة للأجنحة والهجوم أيضا نفس العناصر مع حضور سفيان ديوب لأول مرة لاعب نيس وحضور أغلب الأسماء المتألقة. يبدو أن وليد الركراكي استقر على لائحة كأس إفريقيا إلا إذا حصل تغيير أو تغييرين على هذه اللائحة أو في حالة حدوث أي إصابة. إذا هذا الشيء اللي عندنا في هذا الفيديو، اللائحة الكاملة كتشوفوها أمامكم. تهلاو براسكم، سلام.